السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفنة. أولا وقبل بداية تفاصيل أحداث حلقة اليوم، أننا نعلن من خلال قناتنا افتتاح جمعية بسمة الحي للتنمية والثقافة والفن يومه الجمعة 14 من أكتوبر بمسرح محمد الحداد ابتداء من الساعة 5 مساء، وسيعرف الافتتاح سهرات فنية وسكتشات هزلية والعديد من المفاجآت، فكونوا في الموعد. وحتى لا أطيل عليكم، أترككم مع أبرز عناوين هذه الحلقة. النجمة المغربية شيماء جاحظ تتألق بأحدث أعمالها. غير متوقع، شيرين عبد الوهاب تعلن الصلح مع حسام حبيب. البنج يفجرها ويرد على اتهامات زوجته الأخيرة. نهيلة باربي تتعرض للسارقة. دنيا بطمة ضحية حساب حمزة منديبي. فهل لزوجها محمد الترك علاقة بالأمر؟ التفاصيل في هذه الحلقة. من جديد، تألق ونجاح باهر تحققه النجمة المغربية شيماء جاحظ بعد رحلة حفلات، من بينها إحيائها حفل غنائي بجنوب فرنسا رفقة ثلة من النجوم العرب والجزائر في أشهر القاعات المعروفة بخاوخاو. كما تألقت الفنانة شيماء في المملكة المغربية وبالضبط في مدينة الدخلة خلال إحيائها حفلا فنيا في مهرجان الدخلة للفيلم، حيث قدمت أشهر أغانيها. الجدير بالذكر، فقد طرحت الفنانة المغربية شيماء مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان لما في أنفع، حيث عرف نجاحا كبيرا لدى جمهورها ومتابعيها، خصوصا وأن الأغنية تحمل رسالة غدر الأصدقاء والمقربين، والتي تمكنت من كسب أزيد من 1,000,000 مشاهدة على موقع اليوتيوب. وتعتبر النجمة والفنانة شيماء جاحظ من الفنانات المشاهدات في المجال الفني والدراسي، حيث تحاول التوازن بين الدراسة الجامعية التي هي في أطوارها الأخيرة، أما في المجال الفني فهي تحاول دائما التركيز على التجديد والتنويع في ستايل الأغاني التي تقدمها. كما أنها صرحت في أحد المناظر الإعلامية أنها تفكر بدخول عالم التمثيل، وأنها تفكر في الأمر مع العلم أنها تلقت العديد من العروض داخل وخارج أرض الوطن. فكل التوفيق للنجمة المغربية. فوجئ جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بإعلان صلحها مع طليقها الفنان حسام حبيب بعد سلسلة من الخلافات والحروب التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترات الماضية. وأصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا منذ قليل، أعلن من خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب. وقال ياسر قنطوش في بيانها: إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل التقدير والاحترام لحسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنها تم التصالح معها بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة. ذات المتحدث أكد أن حبيب قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تماما من أي التزام تجاه الفنانة. تجاهل الرابور المغربي الشهير بالبنج الرد على اتهامات زوجته السابقة وأم ابنه بخصوص سبب انفصالهما عن بعضهما البعض بعد مرور سنوات قليلة عن زواجهما. واكتفى البنج بنشر مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بحسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، أرفقه بتعليق كتب فيه: أتمنى الشفاء للمصابين بمرض الغل والحقد والحسد والكراهية. وخرجت طليقة البنج بتصريحات مثيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تتهمه من خلالها بالخيانة وعدم الاهتمام ماديا بنجده محمد علي، وكتبت: حسبي الله ونعم الوكيل في أي راجل سمح في ولاده، ما كينفقش على ولاده وكيسمح فيهم، الوليدات راهم مسؤولية وضحية آباء ما كيخافوش الله فيهم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته.
تعرضت عارضة الأزياء المغربية نهيلة عقلعي المعروفة ببر للسرقة من طرف مجهول حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وكشفت نهيلة عقلعي في تدوينة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على الانستغرام عن تعرض حسابها عبر تطبيق سناب شات للسرقة والاختراق، وكتبت: حسبي الله ونعم الوكيل، تم تهكير وسرقة حسابي على سناب شات، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، هذه الكلمة كفيلة. وطلبت نهيلة بربي من متابعيها عبر الانستغرام الإبلاغ عن حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات من أجل حذف حسابها بشكل نهائي. من خلال البحث والتحقيق في قضية حساب حمزة مبيبي الذي تم فيه اتهام دنيا بطمة وشقيقتها ابتسامة التي قضت سنة حبسا نافذا، وهو الأمر الذي لفق لهم من طرف أيادي خفية. ومن نفس المصدر، لقد تم تأكيد براءة الفنانة المغربية دنيا بطمة من الحساب المشؤوم، وذلك بعد التحريات التي قامت بها السلطات فيما تم اتهامها بالسب والقذف عبر وسائل التواصل، وذلك من خلال خرجاتها التي كانت تخرج بها سابقا. لكن المثير في الموضوع أن بعض المصادر أكدت بأن محمد الترك كان سببا في كل ما حدث لدنيا بطمة، وأنه هو المسؤول الأول عن كل المصائب التي حلت بها، وخير دليل على ذلك هو خرجاته الأخيرة التي أبانت عن طينته فيما اعتمدت دنيا بطمة سياسة الصمت والاستمرار في مجالها الفني. هناك العديد من الرواد منقسمين بين مؤيد ومعارض لدنيا بطمة، خصوصا وأن محمد الترك أمال مؤخرا بعض محبي الفنانة إلى صفه وتمكن من استعطافهم، الأمر الذي جعل معظمهم يطالب دنيا بطمة بالرجوع لزوجها بعد الحالة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة، متهمين إياها بالقسوة، مع العلم أن الأخيرة التزمت الصمت ولم تخرج بأي تصريح عن الموضوع رغم كل هذه الضجة. محمد الترك استغل يوم ميلاد ابنته ليلى روز وخرج بالمباشر عبر صفحته بالإنستغرام وهو يبكي أمام ملايين المغاربة ويتكلم عن امرأة دخلت حياتهم وأنها كانت السبب بينه وبين دنيا بطمة، وأن الأخيرة تستمع إليها، مع العلم أن سبب الانفصال يعود إلى تعرضها للتهديد والعنف والخيانة، وهو ما جعل الفنانة المغربية تخرج من حياتها بشكل نهائي، وأن جلسة الطلاق ستكون يوم 17 من هذا الشهر. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.